من الألم والإرهاق والتعب والمجهود الزيادة وتحسين للدورة الدموية بحاجات بسيطة ممكن تعملها في يومك هنعرفها النهاردة. مساء الخير يا شباب أو صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف في الفيديو. معاكم روماني ألبير. يا ريت الناس اللي بتشوفنا لأول مرة تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو عشان ده بيساعدنا إن القناة توصل أكتر وتكبر أكبر. ويلا نبدأ موضوعنا النهارده. موضوعنا النهارده هنتكلم فيه عن ازاي نحسن من الدورة الدموية، ازاي نتخلص من الإجهاد والإرهاق اللي بيواجهنا على مدار اليوم. حاجات بسيطة كده ممكن نضيفها في أكلنا وعاداتنا اليومية هتساعدنا أكتر. ناس كتيرة بتواجهها المشكلة دي على مدار حياتها، بتحس بإرهاق وبتعب، يعني بأقل مجهود، تحس نفسها مش قادرة تكمل، مش قادرة تكمل تواصل يومها. هتكلم النهاردة عن المجهود الزيادة زي كده، وهنتكلم ازاي نتخلص منه بسهولة. هنتكلم النهاردة عن 5 حاجات بتساعدنا لتنشيط الدورة الدموية اللي هي بتخلي جسمنا نشيط أكتر، صحيا أفضل، مجهودنا هيزيد، ما نحسش بإرهاق أكتر. هنتكلم النهاردة عن 5 حاجات. رقم 5، الشاي الأخضر. الشاي الأخضر طبعا ناس كتيرة بتستخدمه حاجات بتساعد إن هي الوزن ينزل وصحيا، بس النهاردة هتكلم على فايدة تاني للشاي الأخضر اللي هو لتنشيط الدورة الدموية في الجسم. الشاي الأخضر من أفضل الحاجات اللي ممكن تاخدها على مدار يومك تساعد على تنشيط الخلايا وتنشيط الدورة الدموية في جسمك، لأنه من حاجات اللي هي مضادات للأكسدة وبتساعد إن هي تحسن من أداء الأوعية الدموية في جسمك، وليه تأثير إيجابي جدا على القلب ومفيد جدا. شخصيا بنصحكم من 2 لـ3 كوبايات على مدار اليوم. استخدم الشاي الأخضر، مفيد جدا وليه فوائد كتيرة سواء في نزول الوزن أو صحيا على الأوعية الدموية أو القلب. رابع حاجة، الفاكهة. الفاكهة من أهم الحاجات اللي ممكن تاخدها على مدار يومك تساعد في تحسين وتنشيط الدورة الدموية اللي هتخليك تتخلص من الإجهاد والإرهاق بشكل سهل وبسيط وموجودة في أي مكان. من الفاكهة اللي ممكن فعلا تساعدك في التخلص من الإرهاق والإجهاد البرتقال. البرتقال فعلا من الفواكه المفيدة جدا اللي بتحتوي على فيتامين سي، بيزود المناعة، بيزود نشاطك اليومي، فاكهة مفيدة صحيا. في برضه من الحاجات التانية اللي ممكن تاخدها في الفواكه والخضار البطيخ. البطيخ بيحتوي على مادة اسمها لايكوبين. المادة دي بتساعد جدا في نشاط الأوعية الدموية وبتحسن من أداء القلب. من المواد فعلا الكويسة جدا، والبطيخ من الحاجات اللي ممكن تضيفها على مدار يومك وطعمها حلو وناس كتير بتحبها ومفيدة جدا. تالت حاجة، المكسرات. المكسرات من الحاجات اللي عليها لخبطة كتير ومن الحاجات اللي الناس مش فاهمها كويس. المكسرات انا بنصح ان الناس تاخدها بس في حالة عدم تحمصها او ما تكونش مستوية. خدها في شكلها العادي بدون تحميص، بدون تحمير، بدون إضافات، بدون ملح. من الحاجات المفيدة اللي هتساعدك على تنشيط الدورة الدموية والحاجات الصحية. هتمدك كمان بالدهون الصحية، مفيدة جدا في الدهون الصحية. لو الناس مش متابعة في فيديوهات اتكلمت قبل كده عنها عن الدهون وأهمية المكسرات ترجع للفيديوهات دي تشوفها. تاني حاجة، الفلفل. الفلفل الحار من الحاجات المهمة في تنشيط الدورة الدموية وبتساعدك على الحفاظ على القلب والنشاط اليومي وعدم الإرهاق. الفلفل الحار فيه مادة معينة كده بتساعد الجسم ان هو يزود نشاطه والحيوية على مدار اليوم والتخلص من الإجهاد. رقم 1 واخر حاجة هنتكلم عنها، الشوكولاتة الداكنة او دارك شوكليت. من الحاجات المفيدة جدا في تنشيط الدورة الدموية وبتساعدك على التخلص من الإجهاد والإرهاق اليومي. بس نختار الشوكولاتة اللي هي فيها أكتر من 70% كاكاو.
لان احنا المفيد في الشوكولاته اللي هو الكاكاو، نسبه الكاكاو كل ما زادت في الشوكولاته بتبقى افضل صحيا وبدنيا وجسمانيا. مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من النقطه دي، عشان ناس كتيره بتلخبط في الشوكولاتات، الشوكولاتات اللي هي طعم حلو وخلاص دي مش صحيه. احنا بنتكلم على الشوكولاته اللي هي نسبه الكاكاو فيها عاليه عشان تبقى مفيده صحيا. لو عجبكم الفيديو ده يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب للقناه ونفعل زر الجرس للناس اللي بتشوفنا لأول مرة عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله.